السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في مادة Software Project Management أو إدارة مشاريع البرمجيات SDEV 3303. أنا الدكتور خالد موسى، راح أكون معاكم إن شاء الله خلال 6 أسابيع هاي عشان أغطي مادة Software Project Management. طبعا هاي المادة راح يكون فيها كتاب وراح يكون فيها PowerPoint Slides. الكتاب والباوربوينت سلايدز راح ارفعهم على مرور بحيث انه يكونوا تحت متناول ايديكم. بالنسبه للباوربوينت سلايدز، هاي اللي انا راح اشرح من خلالها كل فيديو راح تشوفوه بعد هيك. الباوربوينت سلايدز بتركز على اهم النقاط الموجوده في كل شابتر او كل فصل موجود في هذا الكتاب. اي نعم، راح يكونوا متواجدين تحت متناول ايديكم ان شاء الله، بس طبعا اذا عندكم اي اسئله لا تنسوا عندنا لقاءات أسبوعية بإذن الله، بحيث إنكم تأخذوا الوقت اللي بيناسبكم إنكم تسألوني أي سؤال عن المادة أو تناقشوا أي شيء موجود في المادة. بالإضافة إلى بإمكاننا برضو نستخدم مورو نفسه، النظام مورو، بحيث إنه لو عندكم أسئلة ترفعوها من خلال مورو. أو بالنسبة لطريقة التواصل معي، إن شاء الله ممكن نتواصل من خلال مورو، أو بالإضافة إلى إني أعطيكم إيميلي عشان تبعثوا لي أي إيميلات أو أي أسئلة موجودة عندي. إن شاء الله يكون 6 أسابيع نستفيد إحنا مع بعض كلنا في من هاي المادة. وطبعا أنا موجود معاكم من خلال هاي المادة، وإن شاء الله أقدر أفيدكم بالخبرات العملية الموجودة واللي اشتغلت فيها بالمشاريع اللي برا. الله يعطيكم الف عافية. خلينا إن شاء الله نبدأ بالفيديو الثاني في أول شابتر موجود بالكتاب. الله يعطيكم العافية، مع السلامة.